أحسن الله إليكم شيخنا، هل سب الوباء يدخل في المخالفات العقدية؟ الحمد لله، المتقرر في القواعد أن ما كان من ظواهر الكون بتقدير الله عز وجل فلا يجوز التعرض له بالسب أو اللعن، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الحمى. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فقال: يا أم السائب، ما لك تزفزفين؟ فقالت: من الحمى. لا بارك الله فيها يا رسول الله. فقال: لا تسبي الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب النار خبث الحديد. وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بإسناد صحيح لغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً لعن الحمى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعن الحمى، أو قال: لا تسبوا الحمى، فإنها تذهب الخطايا كما تذهب النار خبث الحديد. فلا يجوز لعن شيء من ظواهر الكون بتقدير الله عز وجل، فما أجراه الله عز وجل في كونه من رياح شديدة أو وباء عام فلا يجوز سبه ولا التعرض له باللعن، فإن هذا مما يدخل تحت التسخط، تحت باب التسخط على قضاء الله وقدره. والمتقرر في قواعد الاعتقاد أن كل لفظة تتضمن التسخط على قضاء الله وقدره فإنها تعتبر حراما. فإذا عندك قاعدتان يا شيخ فهد لابد أن تحفظهما. القاعدة الأولى وفقك الله أن كل ما كان من ظواهر الكون بتقدير الله عز وجل فلا يجوز التعرض له بالسب، ومن ذلك الوباء العام أو المرض. القاعدة الثانية أن كل شيء يتضمن التسخط على قضاء الله وقدره فإنه يعتبر حراما، والله أعلم.